بشهودك فهي تحكم بالبراءه. استشاره من الاستاذه ندى السقا، امتلك عماره في الاسكندريه صدر لها ترخيص 4 ادوار والارضي وجراج، فقامت الشركه المنفذه بتقفيل الجراج، عملت شاليهات ومحلات، هل هذا يخالف القانون؟ طبعا لو كان يخالف الرخصه فيخالف القانون. وهل ملاك الشقق في العماره ليهم الحق في الشكوى ام لا؟ طبعا ليهم الحق انهم يشتكوا في الحي اللي اصدر الترخيص.